عندما يكون الحديث عن الفنان سامي محمد فإنه يعني عالم الإنسان المسحوق المكبل بالهموم والآلام. عالم سامي محمد يفجعنا ويشعرنا بإنسانيتنا المعذبة في كل زمان ومكان. الإنسان هو مادة سامي محمد وهو أمل يجسد آلام الإنسان وعذاباته بصورة تظهر بشاعة ما يقاسيه وانتهاكها لآدميته، ويحلم بيوم تسود فيه العدالة والحرية. كلما تأملنا منحوتات سامي محمد شعرنا بالألم والقهر، لأننا نتعاطف مع شخصياته ونتوحد معها. إنها قدرة فذة على التأثير، ومهارة عالية في التجسيد، وحرفة فنية عالية. لقد خرج سامي محمد عن المألوف ولم يقتصر في إبداعاته على مشاهداته في البيئة المحيطة به، بل انطلق إلى آفاق إنسانية رحبة يصول ويجول، مصورا مأساة الإنسان المقهور في كل مكان، مما أعطاه قيمة وقدرا تجاوز بهما الحدود الإقليمية وحلق إلى آفاق عالمية رسولا للفن الكويتي. معظم الناس تقول عن أعمالي إنها أعمال عنيفة وتشاؤمية، لكن إذا نظرنا إلى الجرائد والأخبار اليومية فإننا نلاحظ حوادث فيها العنف وفيها الكثير من المآسي أكثر بكثير من الأعمال التي أنجزها، وهذا دليل واضح على العالم العنيف والواقع المرير اللي نعيش فيه. وأنا بدوري كفنان أعكس هذا الواقع. كنت طفلاً صغيراً عندما حركني الطين، وشاباً اندفعت أجرب وأجرب، وها أنا الآن أهب نفسي لقضية الإنسان. الصغير بحجمه حد الروعة، والكبير في احتماله حد الأمل، والعظيم في إبداعه حد الدهشة. وعد سامي محمد.